مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف الصحه؟ كيف العيله؟ كيف الاهل؟ كيف الشغل؟ كيف البيت؟ كيف النفسيه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وعافيه، يا رب تكونوا راضيين ومرضيين. فاكلي زمان ما عملت توتوريالز لميك اب، وهيدا الميك اب لقيت حالي for the past couple of weeks. كنت رح اقول past couple of years، ما علينا. past couple of weeks عم بنزله لعدة اسباب، مش لانه بسيط وانا بحب البساطة، رح كون كذابة في اصل وشي. صبايا اللي متابعين القناة من الاول بيعرفوا قد ايه بحب الالوان الفاقعة، بس مؤخرا بصراحة على الدواء صرت عم دور على شيء بالهين اني نزله وبالهين اني شيله، لانه it's a mission على وشي اللي عم بيقشر ووشي اللي كتير حساس، والبشرة كتير حساسة من وراء دواء حبوب الشباب. زائد حتى الصبح لما بنزله ما بياخد معي وقت. اي نعم هذا الفيديو اخد معي وقت لانه عم بصور، بس when I do it in 5-10 minutes maximum، 5 دقايق مش اكتر. و I guess انه هذا الميك اب مغير فيني شوي صغيرة. شو اللي مغير فيني؟ رسمة العيون. يوجولي نحن بنرسم العيون بنسحبها سحب لفوق ليعطينا هيدا اللوك، the opened eye look، ولا اللوك راح الاسم لا بالانجليش ولا بالعربي، انه العيون واسعة، العيون مفتوحة. انا لعبت على العكس، بدي العيون النايمة، العيون النازلة. تصور هذه التقنية كانوا بيعملوها بالسيكستيز probably، وبالفيفتيز يمكن، حتى بالفورتيز I'm not quite sure. بس يلي اعتمدته في الثلاث أسابيع يلي فاتوا إنه عم نزل كحل أبيض بس بتلت آخر العين، وكنت راح أعمي عيوني تلت آخر العين من جوا، أندن بسحبه من النص نازل لتحت، يعني لبرا وتحت. زائد بعمل kind of contouring للعين، يعني حطيت نفس لون الكونتور نزلته من أول العين فوق أندن نازل تحت الكحل الأبيض. the same thing عملت contouring لظهر العين لكسرة العين، بس نزلتها أكتر. usually أنا بسحبها لفوق، لا هيدي المرة عم نزلها أكتر لأعطي لوك للعيون نازلة كأنه نايمة نوعا ما. زائد حتى باستعمال الماسكارا بالعادة بتطلع لفوق للسطح، بس هيدي المرة عم بسحب الماسكارا بإيدي هيك على جنب لتكمل هيدي السحبة لتحت. ما رح طول أكتر من هيك، لتستعد الفيديو. أول شي رح رطب وشي كلياته بكريم سيتافيل حتى تحت عيوني، وشي كلياته من غير ولا فتفوتي. هيدي النقطة من ورا حقن البوتوكس، هيك تركت شوية علامة بس كم يوم ورح تروح، وفردته على كامل الوش. رح رطب شفافي ببالم، انا عامله الدي اي واي ولا الهاو تو موجود اوريدي بالفيديو. زائد اخذت التيشو ونزلته على وشي وعم بضغط ليسحب كل الزيادات من المرطب. بالنسبه لتعبئه البورز استخدمت هيدا البيست من تارت لعبي والبور فيلين، لعبي بس المناطق اللي فيها مسامات، يعني منخاري وحوالين المنخار. رح استعمل كوركتر من عند شانيل اسمه لو كوركتر، ورح حطه تحت عيوني. طبعا بالنسبة للهالات السوداء شديدة السودان، ورح افرده بالبيوتي بلندر. فونديشن رح استخدم ماي فيفوريت من عند ديور لاين باكستيج، ورقمي فيه 2 دبليو او يعني 2 وورم اوليف. ما نزلته على شيء وشي دايركتلي، نزلته على الفرشاي وويذ ذا ستيبلين موشن، ولا بحركه الطبطبه، يعني عم بضغط بالفرشاي على وشي رح وزعه. هيدا الفونديشن ميديوم ولا لايت تو ميديوم تو فول كفرج، بالنسبه لي بيغطي كل الامبرفكشنز عندي وبيخلي الوش سواء لما إذا دهني أو جاف there is a glow. في فرق بين الدهنينة وبين الإنارة، الوش بيكون منور، فما
مثل ما عم بتشوفوا عم بوزعه وأنا عم بضغط. كونسيلر رح استخدم درجتين من عند تات شيب تيب يلي هي 27 اس واللايت نيوترال. رح بلش بال 27 اس يلي هو غامق وما بنزل مثل الفي مثل المثلث، لا عم بنزل بس تحت عيوني، اند ذن زدت شوي اللون الفاتح ورح وزعه بالبيوتي بلندر. كمان حطيته على ظهر عيوني ليكنسل لي كل الوان الطيف، على زرق على براون على كل الالوان، المهم لداري فيه كل العيوب على ظهر عيوني. بعد هيك رح تبت كل شيء بباودر هدى بيوتي ورقمي فيها ولا اسم الباودر بانانا بريد. قلم نيود من عند كايكو رح ارسم فيه مثل ما قلت بالاول الفيديو بس ثلث العين، ذا ووتر لاين يعني الخط المائي يلي جوا بس الثلث البراني، اند رح نزل نفس القلم ولا بنفس الحركه على خط الرموش وتحتها وعم بسحبها لتحت. نفس اللاين الباكستيج من عند ديور اخذت باليت الكونتور، رح اخذ اللون الفاتح رح بلش فيه كالعادي نرسم المنخار ونعطيه عملية التجميل افكت ليبان المنخار مسحوب سحب مثل ما عم بتشوفوه، هو اللون بيكون شوي قوي بس اللي رح اعمله بعد شوي ورح تشوفوه. طبعا رح اخذ البيوتي بلندر، بيوتي بلندر نظيفة ما فيها شيء ما فيها برودكت ابدا، ورح حاول مش خفف منه بس لقيت انه هيدي الحركة بتمزج حتى الباودر بتمزجه وما بتخلي هارش لاينز. هو بذاته نفس الكونتور بنفس الفرشة اللي عملت فيها منخاري، عم برسم فيها تحت عيوني النص الأولاني قريب للرموش ولا على خط الرموش بس النص الأخراني البرا عم بسحبه كمان لتحت وعم بنزله تحت المطرح يلي رسمت فيه القلم النيود. لأعطي تحديد أكثر للعيون رح خلط اللونين من نفس كونتور باليت الغامق والفاتح، اند رح ادمجهم اثنيناتهم على نفس المطرح اللي نزلت فيه اللون الكونتور الأولاني. بعد هيك أخذت اللون الفاتح تبع الكونتور وعم برسم فيه كسرة العين، رح ابنيها شوي شوي مع الزيادة، اند رح نزله ولا رح اسحبه برا بس على تحت مثل ما عم بتشوفوا، يعني يجولي أنا بطلعه ولا بسحبه لفوق، هلا عم بسحبه لتحت ليعطيني انه العيون نازلين شوي ولا نايمين. اخذت اللون البرونزر الغامق بنفس الباليت وحطيته بس باصبعي على ظهر العين ليعطيها شويه دايمنشنز، اند اخذت الكونتور الفاتح نزلته مش بين الخد ولا هيدا الفراغ، لا حطيتها على العظمه لاعطي الالوجن انه شوي وشي اعطي على مدور مع انه طبعا مش مدور، زائد نزلتها على الجبهه ولا نزلته على الجبهه لاعطي دايمنشنز للوش لارجع له شويه حياه ما راح يكون فلات، اند بمسكارا من عند سيبل اسمها 3D ماسكارا، عم مشط اول شيء رموشي شوي لفوق، يوجولي بالعادي بنطلعهم للسطح بس هيدي المره رح نجرهم على جنب لنوصلهم عند الجيران، عم مشط اندن عم بسحب سحب على الجانب، رح خبز شوي لانه رح تلزق شويه ماسكارا على جفني بس بعدين انا رح ظبطها. عملت ولا رح اعمل نفس الشيء على رموش التحتانيين كالعادي، بنسحب ايدنا على الميل الثاني if you see what I mean.
هايلايتك اجين باك ستيج من عند ديور، راح اخذ لونين سيلفر على شامبانيا، راح اخذتهم اثنيناتهم حطيتهم، ولا عم بحطهم على عظمه الحواجب وعلى عظمه الخد بهيدي الحركه، ما عم كتر كثير، وات ذا سيم تايم الوش بيكون منور من غير ما يكون كثير قوي، لانه انا هلا مش على الصبح ولا على الليل ولا رايحه على الشغل، بس عم بحس انه هيدا اتس مور ابروبريت بتصور لاغلبيه الصبايا، مع انه انا كثير بحب الهايلايتر. بعد ما نشفت الماسكارا بفرشاي من القلم تبع الحواجب اللي هو هيدا اسمه برونيت، شلت منه الزيادات اللي لزقت على جفني ولا على عيوني، وبذات القلم عم برسم فيه حواجبي. بالنسبة للصبايا اللي عم تسألني على قصة الشعرة والمايكرو ما بعرف كيف كل هدول الغراض، أنا أولا قبل كل شيء عندي شعرتين ولا شعرتين ونص. تاني شيء أنا بأساسي عاملة تاتو صار لي 18 سنة بحواجبي، فقصة الشعرة ما رح تزبط معي، والمايكرو ما بعرف كيف كمان ما بحبها ما رح تزبط معي، زائد أنا شخصيا حتى كميك اب ما بحب، وهيدا ذوق شخصي، انا ما عم بقول انه صح ولا غلط، بس انا شخصيا ما بحب هيدي الرسمه تبع الشعره، خصوصا انه في كتير ناس بتبان عليهم اكستريملي فيك. هو نحن بنعرف الميك اب كلياته فيك، ذاتس فاين، بس فيك عن فيك بيفرق. اني ويتش ويز، بعد ما رسمتهم بالقلم من عند ماك اسمه برونات، هلا بالماسكارا اللي قلت لكم عليها بدكم تسالوا مرمر من قناه مرمر كنتاكي من وين جابت لي اياها، شلت كل الزيادات يلي فيها، اندن مثل ما عم بتشوفوا عم مشط فيها شعر حواجبي، اللون كتير فاتح وهيدا اللي عجبني اياها، انا هيك ذوقي. اول شيء برسمه اندن بخليه لما ينشف، ورح نرجع له بعد شوي. البلاش من عند كلينيك اسمه بيتش بوب رقمه 02، عم بوزعه بالشكل العادي اللي كل المخاليق بتوزع فيه البلاش. I know it's a little bit strong بهيدي النقطة، بس again نفس التكنيك، البيوتي بلندر ما فيها شيء، البيوتي بلندر يعني ما فيها ولا برودكت، بس عم زبط فيها الغراض وعم زبط فيها الألوان، يعني عم بعمل حركات طبطبة وعم بتوزعه حتى ولو كان باودر. أخذت اللون الهايلايتر البينك اللي بنفس الباليت، حطيته بس بعظمة الخد هيك، بس نتشوف كتير صغيرة، وسحبته شوي لتحت ولفوق ليعطي إضاءة لنص البلاش يلي استعملته، وحطيت طبعا بس نتشوف كتير صغيرة على منخاري again بالبيوتي بلندر، كأنه عم نمزج ولا عم نخلط كل شيء، وبلند everything together. ومعليش انا كنت عم بغني كالعادة يعني اغاني الصباح ورقص وفقش، زائد اخذت نفس الفرشاية من نفس الالم ومشطت فيها حواجبي لما يبانوا very fake، ولا هو فيك يعني فيك وحدة ما في very fake ولا fake. and then استخدمت الليب ستين من عند سيفورا my favorite for the past 12 years يلي هو رقم 02، فردته على شفافي أندن فوقيها، رح أرجع نزل شوي من الجلوس لأنه شفافي كتير 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 بيقشروا، فهيدي الطريقة بتحافظ لي شوي على الشفاف بذات الوقت فيهون لون لما يكونوا كتير شاحبين. هيدا هو اللوك ولا the final look. بالآخر this is makeup، بدي ذكركن وبدي ذكر حالي قبل منكن، هيدا بس ميكاب بآخر الليل بنغسله وبننام، إذا كان في شي غلط فينا نمسحه ونصلح الغلط كالعادي. كمان بدي ذكر صبايا القدام وأولى صبايا الجداد، I'm not a makeup artist, I don't have to be، لأنه الميكاب لكل الصبايا، البراندات بتبيع ميكاب لكل الناس مش للبروفيشنالز only، that's probably a myth. وانا عم شارككم القصص اللي عم بعملها يومية اللوك من غير رموش، لانه انا شخصيا بشخصي ما بحب رموش، وكنت قلتها كذا occasion ولا كذا مرة، اي نعم الرموش بيزيدوا تألق وبيزيدوا حالة للعيون، بس انا ما كتير بحبهم لانه بيهلكوا لي رموش الطبيعيين يلي بالاساس رمش ونص، زائد I don't need them I don't find them as a necessity ولا they are not necessary بحياتي اليومية. عم نزل ميكاب وعم بروح على شغلي، المهم عندي يكون presentable مش اكتر من هيك، ما في صح ولا غلط، يلي بيحبوهن مش غلط ويلي ما بيحبوهن كمان مش غلط، بالنهاية انتو بتعملوا يلي بيريحكن يلي بيناسبكن.
اجا الوقت لاطلع على شغلي. اتمنى لكم نهار سعيد وايام كلياتها سعيده مليانه بالفرحه، كل شيء حلو يا رب يعطيكم اياه واكثر واكثر بمسافات ضوئيه. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناه، وبشوفكم فيديو جديد. Thanks a lot for watching. Bye bye.